ايه؟ اخبار المرحوم ايه؟ لسه مفيش اي صوت. يبقى لسه نايم. بص يا حبيبتي، لما تركب العربيه على مهلك كده واحده واحده، وخلي بالك من المطبات. ها ماشي. طب ما تيجي معايا والنبي. معلش يا حبيبتي، ده ما كانش في عمار بيني وبينه وهو عايش، هيبقى في عمار بيني وبينه وهو ميت. اتوكلي انت على الله وانا اقرا له الفاتحه هنا. طب ما تيجي واعزمك على كومو والفروز الاكسترا تشيز اللي انت بتحبها. مش انت بتحبها؟ ده انا بحبها قوي قوي يا ساندي، بس انا هطلبها دليفري هنا. ماشي. ايه؟ لا مفيش حاجه. انا كده بيحبني، انا عارفه بيحبني. الله يرحمك يابا. ان شاء الله مفيش حاجه. ايه دي؟ يخرب بيت كده. الو، صباح الزفت على دماغي، مش عارفه انت عملت فيها ايه دلوقتي. ايه يا بنتي؟ وانا قلت لك بخبي حته ضلمه؟ انا طلبتك في التليفون بس. ما هو انا متوتره اليومين دول، امبارح شفت يوم ما يعلم بيه ربنا. ايه حصل ايه؟ هبحكي لك بعدين، مش عارفه اتكلم دلوقتي. ايه ده، هو انت لوحدك ولا معاكي حد؟ الاثنين، لوحدي ومعايا حد. اسكتي بقى. انت مقصره ولا ايه؟ دي قصه حياتي. اقفلي بقى والنبي، اقفلي لما اجي احكي لك. باي.